تنور. يعني حلقة جديدة وموضوع مهم جدا جدا، يعني ان شاء الله هيفرق جدا مع العامة من الناس ومع حتى الناس اللي هم يعني شايفين القصص او المعلومات الدينية بشكل سطحي يعني. والسؤال ده برضو اجابته هتهمني انا شخصيا، وهو موضوع المعجزات في الأديان. جميل. يعني ناس كتير جدا بتزعم ان قصة المعجزات ديت هي من سبيل على سبيل القصص، يعني حكي بيتحكي لكن هو مفيش له وجود. هل فعلا المعجزات لها وقائع مادية ملموسة حصلت نقدر نستردها او الناس تتيقن منها يعني في ايام النبي عليه الصلاة والسلام او ايام سيدنا عيسى وحتى وقت الحياة؟ لا، وحكى كمان يا دكتور، يعني عايزين نضيف فوق السؤال تكملة للسؤال ده، هي معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فقط القرآن؟ لأن اللي أنا عارفه إن في معجزات كتير أو الناس ما تعرفش عنها، جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم كثير من معجزات الأنبياء، فهل هي فعلا فقط القرآن هو دي كل المعجزات اللي جيبها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في معجزات تاني؟ صلى الله عليه وسلم أيد بأكثر من 1000 معجزة مادية. أكثر من 1000 معجزة مادية محسوسة. نعم، محسوسة ملموسة. يا الله، والعهد بهذه المعجزات قريب، العهد بها قريب، احنا كده مقصرين مش من عشرات الالاف من السنين، ده لسه العهد بها 1400 سنة ان شاء الله، والعهد بها قريب. ومن نقلها اصدق الناس. طب ليه مش مشهورة؟ وأزكاهم اخلاقا. ما هو احنا مقصرين في السؤال، يا في حاجة غلط. 1000 او اكتر من 1000، اكتر من 1000 معجزة محسوسة. انا لو سألنا نص المسلمين القرآن معروفة، ايه تاني؟ والعشر المعجزات بس هتلاقي نص المسلمين فعليا مثلا. طب والعهد بها قريب، واللي نقل هذه المعجزات هم اصدق الناس رضي الله عنه، اطهر جيل في تاريخ البشريه وازكى جيل. طب احنا عشان ما نخرجش عن سياق السؤال هل المعجزات فعلا موجوده ولا لا، وبعد الاجابه من السؤال نعرف يعني اشهر المعجزات ايه. يعني طبعا احنا الالف او زياده مش هنعرف نسردهم في الحلقه، فاشهر معجزه حصلت. كان في واحد مفكر مشهور في التاريخ الإسلامي اسمه القاضي عبد الجبار. في نص في القرآن الكريم بنقرأه، وأنا منكم كنت أقرأه مش منتبه إيه الإعجاز اللي فيه، لكن بعد ما قرأت كلام القاضي عبد الجبار، لأ كلام خطير. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. في تحدي لليهود انهم يقولوا كلمه ايه؟ نحن نتمنى الموت. قول الكلمه دي بس، خلصت على كده انت. فاليهود خافوا انهم يقولوها لالا يموتوا من ساعتهم كما قال ابن عباس سبحان الله. فنبينا صلى الله عليه وسلم تحداهم ان يقولوا كلمه نحن نتمنى الموت فلم يقولوها. القاضي عبد الجبار بيقول تحير الملاحده تحيروا، كيف لم يقل اليهود هذه الكلمة نحن نتمنى الموت، فيكذب بها النبي صلى الله عليه وسلم فيستريحون ويريحون، هيستريحوا وهيريحوا كل ملحد يأتي من بعدهم يوم القيامة، خلاص الموضوع انتهى لو قالوا نحن نتمنى الموت كلمة واحدة. ما استطاعوا أن يقولوها وتحداهم ومضت السنوات، هل جرؤ أحد أن يقول هذه الكلمة؟ ما استطاعوا. فدكن من الأمور العجيبة اللي أنا أقرأها لأنتبه لها، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش القرآن بس، من المعجزات الاستسقاء، ادي المطر نازل اهو. الاستسقاء ده يعني صلاة الاستسقاء دي من السنة، وورد في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالصحابة يستسقي الله عز وجل، فلم ينتهي حتى نزل ايه؟ المطر. دي ظاهرة ومعجزة حسية والصحابة موجودين لحد ما النبي دعا، لما دعا على المنبر برضه نزل المطر لحد ما دخل عليه الصحابة وقال يا رسول الله هلكت العير، وقبلها كان بيقول له هلكت العير من قلة المية، وبعدها بشوية من كتر الماء. فدي معجزة مش حصلت مع فرد، مش بينه وبين فرد فيجي يقول لك الفرد ده صادق مش صادق. لا، دي قدام أمة كاملة، حديث متواتر صحيح السند والمتن وكل حاجة. في برضو حاجة، في ناس بتقول ايه؟ جميل قوي جو المطر. يقول لك طب ما يقول لك طب ما المعجزات دي حصلت ايام النبي صلى الله عليه وسلم خلاص كده، فانا دلوقتي عاوز اشوف معجزات زي ما الصحابه شافوا عشان اصدق انه هو نبي، اعمل ايه بقى؟ هو طبعا القضيه دي ما اسهلها الان. وفي معجزات ثابته نستطيع ان احنا نثبتها حتى الساعه، سواء ماديه او غيبيه او غيرها. لكن انا اقول لك الغريب بقى، بس نقول الاول نعلق على كلمه اخونا مهندس عمرو،
في 150 حديث صحيح دعا فيه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأجيب في الحال. الله أكبر. 150 حديث صحيح. الله تمام؟ أكبر. فدي نقطة مهمة. الصحابة شهدوا بعض المعجزات، لكن إحنا بنشهد معجزات أخرى غيرها. الغيبية اللي لسه هتحصل؟ الله. والأغرب من كده. أردي. صح، حلوة جدا الحركة. الغيبية صح. اللي النبي أخبر عنها. صح. في آخر الزمان هتحصل. ونراها بأعيننا، والأغرب من كده. علامات الساعة كتير اللي ظهر. وشوف منها. الأحداث اللي حكى فيها صلى الله عليه وسلم حتى عن العصر القريب اللي شافوه الناس بعديه من التابعين. كما أخبر مثلا إن أم حرام بنت ملحان هتكون من غزاة البحر. سيدنا سراقة. لما راحوا مسك النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قال له اللي هو بشروا بايه بسواره ايه كسرى كسرى حصلت بعد كام سنه صحيح بعد ما قال كنت فيما من افتتح كسرى في في حصل الثانيه لما 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 خلاص كبر في السن وبيضت لحياته وانحنى ظهره لكن حصل فاز بسواره كسرى والنبي صلى الله عليه وسلم نبأ باستشهاد علي وعمر وعثمان و وقال ان هم لن يموتوا واخبر انهم لن يموتوا على فروشهم على فروشهم كل المعارف البشريه مش هقول بعضها كلها منقوله عن خبر الثقه صحيح يعني انا عارف مثلا الميه بتغلي عند درجه كذا في حياتنا ما جبناش ميزان حراره وقسنا حاجه زي كده بنعرف ان لو ركبنا طياره في الغالب امان بنعرف ان انا مثلا الدم بيحلله نسبه كذا نسبه كذا هرمونات نسبها كذا نقل الثقه حد ثقه اداني هذا الخبر سلمت له فإذا كان الخبر منقول نقل الثقة وبعدين كل التاريخ البشري علوم عملاق علم التاريخ وعلم البيولوجي وعلم التاريخ كل منقول العلم التجريبي كله تقريبا دلوقتي خبر ما أنا هعرف وأنا عرفت إزاي إن النسبية صح والكوانتم ميكانكس صح مثلا كله نقل الثقة صح فنقل الثقة بيجعل الإنسان يطمئن تطمئن نفسه والله ما مش هيجتمع مهندس عمرو مع فلان مع فلان مع إلا لو في تصديق وتسليم بهذا الخبر صحيح فاجتماع الناس على اختلاف مشاربهم وتسليمهم وبعدين الصحابة الذين يعني ضحوا بالأموال والأنفس والأرواح والأهل فداء لهذا الدين ما فعلوا هذا إلا لتسليم الكامل بصدق النبوة ورؤية المعجزات صحيح. لو حد كذب أو حد نقل رواية والبقية يستمع مستحيل يحصل لأن كله هيكذب وعندنا حديث كل الصحابة يعرفونه لأنه منقول يعني يسمى من أكثر الأحاديث رواية من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ده حديث رواه عشرة الصحابة فالكل يسلم بالنقل الصادق فيه اليقين فإذا نقل إليك نقلا صادقا بكل هذه الآيات والمعجزات وإخبار بالمغيبات وأبو لهب يعني أبو لهب ده مثلا 10 سنوات من ساعة الصورة ما نزلت إلى أن مات لو قال بس أنا أسلمت كذب الخبر كذب النبوة تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا سيصلى نارا طب لو أنا أسلمت لو أنا أسلمت ولم يعد طيب. فالقرآن يخبر أنه سيصلى النار ويظل بعدها 10 سنوات كاملة وهو كافر مفيش مرة مثلا كده يقول يا أخوانا أنا خلاص أسلم كان كذب النبوة ويقول ولو نفاقا ولو يعني نفاقا يعني يقولها بس ما حصلت سبحان الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يخبر بالأخبار التي تقع في عصره وعصره القريب غلبت الروم ويخبر بالمغيبات وكله يحصل كما هو يخبر مثلا أن عمار تقتل فئة الباغية يخبر أن الحسن يصلح الله به بين فئتين من الناس وكله يحصل في زمن سيدنا عمر شهيد رضي الله عنه سيدنا عثمان اثبت أحد فإن عليك النبي أنا بصراحة شايف يا دكتور أن دي حجة المفلسين يعني موضوع ده واضح وضوح الشمس في ضحاها السؤال المهم يا دكتور اللي أنا شايفه بقى فعلا هو عملي شوية إن في بعد النبي صلى الله عليه وسلم ناس طلعت عملت شوية خوارق للعادة باستعانة إما بالجن أو بخفة اليد زي ما احنا ما بنقول أو بأنها بتستعين بحاجات الناس ما تعرفهاش زي اللي بيدهن جسمه شيء معين ويخش النار فده ما يأثرش عليه ويطلع من النار زي سيدنا إبراهيم هو ده فالناس تيجي تقول لك ما انا في ناس تانية جت بمعجزات حصلت الكلام ده كله انا شايف دي في فرق جوهري بين الكرامه والمعجزه نعم الكرامه والمعجزه وفي فرق جوهري ايضا بين الحيل والمعجزه بس نتكلم عن الحيل والمعجزه اكتر لان هي دي الاشكال يبقى دي حيله بقى مش كرامه الحيل نتكلم عن الحيل اكتر اي معجزه يعني خرق للناموس خرق للعادة. للناموس طبيعي للعاده قانون طبيعي بيكسر كسر القانون هذا معجزة إنما كل الحيل وهذه الأمور تدور في إطار النواميس الطبيعية
هو استخدم النواميس الطبيعية في خفة يد أو شيء يخفى عليك أنت بنفسك أو حيل أو غير ذلك، لكن كله في إطار طبيعي. ناموس طبيعي لم يخرق القانون. أما المعجزة فيها خرق للناموس، تخرق النواميس الطبيعية. المعراج مثلا، الإسراء نفسه. نعم. طب الإسراء هتقول لي ما ده قضية غيبية، بس لما عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة أخبرهم بالتفاصيل، قال لهم ده أنا رأيت على رأس إحدى القوافل بعير له غديرتان، ووصف لونه وأخبرهم أن هناك قافلة أخرى لها بعير ند منها هيأتوكم بعد وقت، وأخبر بوصف بيت المقدس. بيت المقدس كما هو، يعني وصف باللي شافه في الطريق وهو رايح الإسراء، ورايح الإسراء، ووصف المسجد الأقصى. التفاصيل. ولو قالوا مسجد الأقصى يقول ربما علم. طب أخبار القوافل اللي أخبر بها بالزبط. بعير ند لهم في منطقة كذا وأخبرهم به، وبعير آخر وصف الناقة اللي على أوله. فلا، التفاصيل دي كلها بتجعل النفس تطمئن. وإحنا دايما بنقول إن المعجزات على كثرتها إلا أنها استئناسية، لأننا عندما أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وصدقه وأمانته والرسالة التي أتى بها التوحيدية النقية والفطرية، ما أنا ما عنديش مثلا ديانات توحيدية كتير وكلها على الفطرة، وعشان لا، ده هو ما فيش على وجه الأرض على التوحيد الذي دعا له الأنبياء جميعا إلى الإسلام. يعني الموضوع أصلا ما فيهوش إن أنا إيه احتمالات أو طرح بدائل، لا، ده هو إسلام توحيدي أوحد وديانات جعلت مع الله آلهة أخرى. فالموضوع مش محتاج معايا اصلا لو انا باحث عن حق بانصاف. انا حصلت البحث. قلت السؤال ده دكتور ممكن يكون سؤال غريب عشان سببين. السبب الاولاني ان الناس تعرف ان المعجزات بتقع وفي حيل، وفي حد هيجي بمعجزات فعلا، بس ده مش المفروض نصدقه. يعني انا قلت ليه كده؟ عشان نعرف ان المعجزات خلاص وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم واخر الانبياء وانتهت. في بعد كده حيل، وفي بعد كده معجزات هتحصل، لكن ما ينفعش ان احنا نصدق صاحب المعجزه ده اللي هو مين؟ المسيح الدجال. ليه؟ هيطلع النهارده يقول الارض اخرجي بركتك، يقول السماء انزلي اخرجي ثمرتك، يقول السماء انزلي بركتك، ويطلع كنوز الارض. ما هي معجزات بالنسبه للناس. عشان كده النبي اخبرنا ان ده هيحصل عشان نزداد ايمانا بالنبي ويقينا في الدجال، عشان الموضوع ما يتفهمش احنا قفلنا كده الدايره. صح. انا شايف ولذلك الدجال اخطر فتنه من عهد ادم لكتاب الساعه. بالظبط. لان الايات اللي هيعملها، بس هيجي له واحد يقول له ايه ما ازددت فيك الا يقينا انت يقين. انت الدجال. ما هيقسموا اثنين. فده كان اثر يعني. فعلا احسنت مهندس، ما شاء الله مهندس عمرو، ما شاء الله بيحفظك يا رب. الله يبارك فيك. اثر المعجزه على النفس قوي. لكن انا اقول ان المعجزه الانبياء السابقين اتوا الى اقوام في حدود جغرافية قاصرة، فالمعجزة الناس كلها تستطيع أنها تشوفها، أو أبي رآها أخي رآها، يعني في الدائرة الضيقة. أما نبي يأتي للعالمين فلازم المعجزة تكون عالمية. فالتأييد الإلهي الأساسي في المسألة البعثة النبوية لم يكن كل هذه الأمور، وإنما آيات قطعية. كتاب الله عز وجل ينزل على رجل يرعى بعض الأغنام بكل هذه الهدايات والفتوح الربانية وإخبار بالمغيبات والتفاصيل وموضوع كده. وهذا ما سنقوله لاحقا إن شاء الله في الحلقات القادمة. أنت مستعجل، أنت عايز تاكل، أنا عارف إن الأكل في العربية وأنت أصلا جعان. هو العربية اللي هتاخدنا توديني. ماشي، اتفضل يا بيه. اتفضل. بشكرك. شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور، ربنا يبارك فيك، نفع الله بك وأحسن الله إليك. جزاك الله عنا خير. السلام عليكم.